بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة. انتشر منذ فترة فيديو على القنوات التنصيرية، وعنوان هذا الفيديو يقول أن هناك شيخ اسمه أبو عبد الرحمن الظاهري من الأردن قام بالارتداد عن الإسلام وحرق كل كتبه ومؤلفاته، فما هي الحقيقة؟ وهل فعلا ارتد هذا الشيخ الأردني أبو عبد الرحمن الظاهري؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، فتابعوا معنا للنهاية. أولا وقبل أن نكشف حقيقة هذا المقطع، يجب أن نوضح نقطة مهمة. نحن المسلمين لسنا مسلمين من أجل الشيخ الفلاني أو العالم العلاني، وإنما المسلم مسلم لأن الإسلام هو دين الحق، فمن ينتكس أو يرتد لن يضر دين الله بشيء، فإن الرجال يعرفون بالدين وليس الدين يعرف بالرجال. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فإن كان ارتداد أحد علماء أو مشايخ المسلمين فيه مطعن في الإسلام كما يظن هؤلاء الجهلة، لكانت المسيحية أولى بهذا الطعن، لأنه يوجد آلاف القساوسة ورجال الكنيسة، منهم أساتذة لاهوت وكهنة وشمامسة وقساوسة وغيرهم من المشاهير، يتركون المسيحية ويعتنقون الإسلام، فتكون المسيحية بهذا دينا باطلا. ثانيا، وبعد البحث عن هذا المقطع وجدت أنه قديم ويرجع تقريبا لسنة 2017، وأن القوم قاموا بأخذ الفيديو وكالعادة قاموا بعمل هذا العنوان المزور لعمل شو وجذب المشاهدات، وهذه عادة القوم دائما، الكذب الصريح وبدون أدنى ذرة حياء. فالفيديو الذي من المفترض أن نرى فيه الشيخ يعلن أنه ترك الإسلام وارتد، لم نجد فيه أي تصريح بهذا الكلام، ولكن كل ما في الفيديو أن الشيخ يقوم بحرق مؤلفاته وبعض الكتب الأخرى، وذلك اعتراضا على ما أصاب المسلمين من ضعف وذل وما يحدث لهم في العالم على خلفية القصف الجوي الكيميائي الأخير على أحياء من ريف إدلب السورية. فخلاصة الأمر أن الرجل لم يرتد كما يزعم الكذبة الذين يريدون أي شيء لإنقاذ دينهم الوثني والطعن في الإسلام، وإنما الرجل حرق هذه الكتب من شدة غضبه لما يفعل في سوريا وبلاد المسلمين. والعجيب أنك عندما تشاهد هذا الفيديو الذي يزعم هؤلاء أن الشيخ يرتد فيه، تجد أن الفيديو يؤكد أن الشيخ لم يرتد وما زال مسلما، ولكن طبعا ما فعله الشيخ من إحراق الكتب يعتبر خطأ غفر الله له، حتى وإن كان للتعبير عن الغضب ولا نوافقه عليه تماما. والآن سنستعرض لكم بعض المقاطع الصغيرة من هذا الفيديو الذي نشره هؤلاء الكذبة ليقولوا أن الشيخ ارتد، والتي تبين أن هؤلاء القوم جهلة كذبة معاتيه وأنه لم يرتد. تابعوا معه. هذا كتاب وفاء الكلبان إلى غدر الخلان لشيخنا أبي مالك محمد أبو شقرة. يا مولانا، لم يبقى لا كلبان ولم يبقى خلان، كله أصبح خائنا. كما شاهدتم، هذا الشيخ يمسك في يده كتاب وفاء الكلبان إلى غدر الخلان، ثم يقول لشيخنا أبي مالك محمود أبو شقرة: فهل لو ارتد بالفعل كان سيقول شيخنا ويقول يا مولانا؟ ومما يؤكد أن فعله هذا مجرد اعتراض على حال الأمة الآن وما يجري لها من تخاذل وهوان، هو قوله: لم يبقى لا كلبان ولم يبقى خلان، كله أصبح خائنا. ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليك يا أبا عبد الله: لو عشت لهذا العصر لا لتبرأت من هذه الأمة، هذه أمة الخذلان، أمة ليس لها إلا تكبير الكروش وجمع القروش، السكن في القصور وبناء شاهق الدور. أهل القبر، أهل القبر ومن في حكمهم، نحن أهل القبور. السلام عليكم ورحمة الله. فكما شاهدتم أيضا، يقول هذا الشيخ: رحمك الله يا مولانا. فالرجل ما زال مسلما يقول رحمك الله، ويقول أيضا: رحمك الله يا أبا عبد الله. ثم يقول: لو عشت لهذا العصر لتبرأت من هذه الأمة. وهذا يؤكد أن فعله هذا بسبب أحوال الأمة الحالية،
وفي نهاية المقطع أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل هناك مرتد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نهاية مقطعه؟ طبعا الشيخ ما زال مسلم، ولكن ما فعله هذا كان مجرد تعبير عن غضبه واعتراض على ما حدث ويحدث للمسلمين.